طبعا من غيره الاهلي هو احد اهم واكبر مصادر السعاده لكل جماهيره ولا الحقيقه اجمل ولا احلى من موسم مليان بالانجازات بالتاكيد الاهلي حاضر معانا وواحد من اهم ملفاتنا استعدادنا الموسم الجديد حجم وشكل مشاركه الاهلي في البطولات ميركاتو الاهلي سواء بالعائدين بعد غياب من اعارات او اصابات او الصفقات الجديده لكن كمان يهمني النهارده قوي اتكلم في شكل المسابقه بتاعتنا، شكل بطولاتنا المحليه، هل تقدر تقول عليه موسم آآ آآ ناجح؟ هل تقول عليه الشكل الامثل او اللي كلنا بنحلم انه تظهر عليه البطولات المحليه سواء كنا بنتكلم على دوري او على كاس؟ والجديد النهارده الحقيقه دوري المحترفين اللي ما بقتش فاهم بقى لوغاريتم كبير جدا هي الامور ماشيه ازاي؟ ماشيه وبيحكمها المصلحه العامه ولا المصالح الخاصه؟ اتحاد الكوره ولا الانديه الرابطه ولا المسابقات يعني قصه الحقيقه داخله في مرحله غريبه وعجيبه ملهاش تفسير او تبرير منطقي عني عندي لكن خليني اسمع راي كابتن عمرو الحديدي ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه في كتير من الموضوعات والملفات مساء الخير كابتن عمرو نور نين. الدنيا مبسوط موسم مرضي بالنسبه لك طبعا <تصفيق> <تصفيق> ولا اجمل طبعا من الاهلي الحقيقه السنه دي يعني موسم موسم استثنائي لا بص هو موسم استثنائي لفكر كولر أيوه. يعني احنا بنقول الصفقه الناجحه للنادي الاهلي موسم 22 23 هو مرسل كولر. الراجل فهم الدرس كويس قوي شاف من المواقف اللي حصلت لموسيماني هو تلاشاها استبعد السلبيات وخلى في الايجابيات مم. حقق التارجت المطلوب ست بطولات ما عدا كاس العالم للانديه هو كل حاجه شارك فيها حققها أيوه. شخصية النادي الأهلي ظهرت على الراجل معي. وشخصية الراجل ظهرت على اللعيبة كل واحد فيهم قدم أوراق اعتماده وكلنا شفنا أوراق اعتماد النادي الأهلي كلعيبة شكلها إيه وكمارس كولر شكله إيه صحيح طيب قبل ما ندخل في الملفات دي خلينا نستعرض معك يعني مجموعة من أهم أخبارنا النهاردة منها طبعا اللي علاقه بالاهلي ومنها اللي علاقه بالمنتخب ومنها اللي علاقه بمسابقه الدوري والاعلان عن القرعه وبدايه الانطلاق خليني ابدا باخبار الاهلي والكلام طبعا على العائدين العائدون من الاصابه، احنا طبعا ختمنا الموسم ده ويمكن كانوا اثنين من اكثر اللعيبه تاثير ومشاركه مع الاهلي لولا الاصابه اللي حرمتنا منهم بقيه الموسم، الكلام على اكرم توفيق وعلى كريم فؤاد واكرم تحديدا حاليا بيخوض تدريبات منفرده كابتن عمرو عشان يحاول يلحق يدخل مع الفريق في فتره الاعداد بتاعته، امور السليه مطمئنه جدا وان شاء الله هيبدا فتره اعداد متولي فك الجبس بتاعه آه كريم بي يعني في المراحل النهائيه من البرنامج التأهيلي بتاعه، شايف ازاي عوده الاسماء اللي غابت عن النادي الاهلي الموسم الاخير بسبب الاصابه والاضافه اللي ممكن تكون على سكواد الاهلي في الموسم الجديد. بص يا استاذ احمد، اول حاجه لعيبه النادي الاهلي تلاحم المواسم وضغط المباريات اللي كانت كل ثلاث ايام مباراه خدنا وقت بقى كبير قوي ان احنا نشوف لعبتنا مستريحه الجزء اللي خد الاجازه بتاعت ال 21 يوم والجزء اللي بيأهل نفسه عشان يخش مع اللعيبه فترة, فتره الاعداد يعني. اكرم كنت بتعمل فتره يعني في الوقت بتلعب فيه الاهلي بيعمل فترات اعداد بره صح؟ اه كلها بره كلها خمس بره. سنين كانت بره اه الخمس سنين كل قبل موسم الاهلي يطلع 90% كنا في المانيا 90% في المانيا في الوقت كل... ده كانوا اغلب المدربين الفنيين الماني لا آه كان اول سنتين الان هاريس آه بعد كده إنجليزي. آه تاني سنه وثالث سنه ثالث آه سنه ورابع سنه هولمان رابع سنه سوبل. جزء الماني وجزء انجليزي اه بس كانت معسكرات هو الاهلي بيميل بيحب المدرسه الالمانية دي يعني احنا مره من ضمن المعسكرات اللي احنا سافرناها في معسكر فيمكن كان اول سنه لهولمان وكان كلنا يعني غرب عنه وكان التقرير اللي مكتوبه عن اللعيبه من الان هاريس هو كان مش بياخد بيها يعني بس أوه. بيقراها بس فعمل مباراه وهو ده فقط اللبسي في اوضه اللبس بيقول لنا يا جماعه انتوا هتلعبوا فرقه هامبورج وخلوا بالكم ده ثالث الدوري الالماني فانا لو خسرتوا 5 6 ما تزعلوش احنا زعلنا واحنا في اوضه بيأهلكم نفسيا زيه يعني. كده احنا احنا جوه نفسنا زيه يقول كده احنا المدربين المدير الفني اللي جاي يقول لنا هتشيلوا 5 6 الشوط الاولاني 2 0 كشر وفيليكس الشوط الاولاني <applause> 2 0 الاهلي اه كوشري وفيليكس اه هو طبعا قاعد بره مش قاعد يعني مش جاله عروض بعد المباراه دي وكان لسه ماسك النادي الاهلي بقاله شهرين ثلاثه يعني يمكن انا كان ليا نصيب ان انا العب على ليتشكوف نجم بلغاريا وكنت مادي اداء يعني اكثر من رائع تعادلنا 2 2 <مه |su|> بعد ما غير الفرقه الشوط الثاني كله جرب بقى لنا شكل قال لك اجرب بقى خلاص اتغر بقى عارف ان في الاول ده الكلام ده ما <applause> بياكلش معانا خالص اه آه، لعيبه النادي الاهلي قصه المعسكرات الخارجيه دي اتحرمت منها الفرقه لسنين طويله جدا آه، يمكن السنه دي في تركيز لسه بنقول تلاحم المواسم دي آه، آه، خلت النادي الاهلي حته ولا خارجيه ولا خارجيه حتى على... آه. انت حتى فتره الاعداد اللي جه فيها مارسل كولر هو عمل ايه؟ عمل اليوم الطويل جوه النادي الاهلي مم. ما عملش معسكرات مغلقه عمل اليوم الطويل بس بتفرق كابتن في بدايه طبعاً. موسم يعني ان الفرقة تبقى قفل على نفسها المدير الفني بيشتغل معاها 24 7 زي ما بيقولوا او 24 7 انت بتعمل القصه كلها شغل واعداد للمباريات انت بتعمل خطه زمنيه في الشغل بتبتدي عارف الماتشات اللي هتعملها فتره الاعداد هتوصل للاعيبه لدرجه 80% لغايه ما يخش في او 70% لغايه ما يوصل للمباريات الوديه بتجيب ال المية 100% المية بيصحح اخطائه من البطوله ديت الراجل في الفترة دي كلها كان بيصحى أقطاط شفهي يعني كولر حتى لو هو ماسك النادي الأهلي بيصحح الاخطاء شاف ما عنديش وقت يشتغل. ما عنديش أوه. وقت دلوقتي انا عندي وقت اعمل حاجه بقى هي صحيح. الطرق الجديده اللي الاهلي يلعب بيها مم. احنا كلنا شفنا طريقه 4 1 4 1 اللي هو نفذها يعني زي زمان كان مستر فايتس لما جه عالج الكره المصريه وقال لك 3 5 2 كلنا استغربنا ايه اللي مم. بيلعب صد باكين دلوقتي الراجل بيشتغل على الورق 4 3 3 وفي الملعب وفي التنفيذ 4 1 4 1 مين اللي نجح له دي أحد مين اللي كان مين اللي كان نفسه الاهلي يلعب 4 1 4 1 انا وانا <applause> <applause> اه طبعا هقول لك على حاجه دي يعني مين بقى اللي نجح حاله؟ مروان عطيه يعني الحته دي بقى الواحد ده اللي الواحد يقدر يسال يربط ورا الاربعه يعني يربط, بين ما بين عبد المنعم وياسر او هي. متولي او الاسماء اللي موجوده بتلعب في الحته هي. ورامي ربيعه إيه؟ مع الليبر المقلوب اللي هو كان بيعملها منه الجزيف وجود حسام غالي ودلوقتي بقى بيعملها كولر في موجود مروان وشفنا تحرير للاعيب الارتكاز الثاني اللي كان في الاول حمدي وكان ليه ادوار هجوميه كبيره جدا ثمانيه وبعدين ديانج ما بص سته مم. اللي هو حمدي فتحي بقى ثمانيه أيه. وسته كان قال له ديانج بقى ثمانيه والغريب ان ثمانيه هو اللي بقى سته مروان في الاتحاد كان هو ثمانيه أيه. رجع لسته فالمركزيه والروتيشن اللي بيعمله الراجل ظاهر قوي شفنا ألو ديانج مع تاو شفنا حسين الشحات مع علي معلول شفنا الربط شفنا القندوسي شفنا قفشه شفنا حاجات اتكلم عن كولر والفرقه طبعا ديها وقتها وحقها وعن الميركاتو والصفقات بس خليني اروح لمنتخب مصر فيتوريا مفترض يرجع القاهره خلال 48 ساعه هيعمل معسكر للمنتخب عنده ماتشين في سبتمبر ماتش رسمي تصفيات افريقيا اللي احنا ان شاء الله خلاص وصلنا يعني بس مباراه رسميه مع اثيوبيا واثيوبيا احنا لينا عندها طار جميل. في الكوره يعني بعد الخساره هناك في اثيوبيا وفي مباراه وديه مع منتخب تونس الراجل طبعا بيحضر لبطوله افريقيا او بيحضر لتصفيات كاس العالم شايف مشوار المنتخب ازاي في ظل اجنده صعبه جدا للانديه المصريه في الموسم اللي جاي بص يا استاذ احمد آه وازاي وازاي معلش وازاي هياثر ده على مشاركتهم مع منتخب مصر بالذات الاول يعني اولمبي انا عارف انه مو... معظم العناصر بتاعته او اغلبها مش هيبقى عليها لود كبير قوي او مش تبقى مستنزفه بدنيا وهي رايحه الاولمبيات لكن منتخب اول عناصره كلها تقريبا هتشارك في عدد كبير جدا لعبة لعبة الأهل. من بطولات الموسم 13 لاعب او 14 لاعب في النادي الاهلي ده الاهلي طبعا المحليين الاهلي اكتر واحد هيدفع فاتوره ما بينهم المحليين وما بين المحترفين زي ديانج ولا أيوه أيوه. معلول ولا القندوس كل دول محترفين مم. ولا تاو انت بص فيتوريا جاري معلول وتاو وديانج أه ديانج ديانج دول اساسي منتخبات ولو كريستو فكرت في القندوس هتلاقي في الجزائر وكريستو قندوسي وحتى رضا وارد جدا يبقوا في امم افريقيا بتتكلم في اكتر من 15 لاعب ايوه فيتوريا جريء عنده من يعني الملف بتاعه هو كان عايز مرحله معينه اشتغل عليها الفتره اللي فاتت حقق المطلوب ان هو هيلعب يبتدي بقى يعني زي ما بيقولوا بقى ايه يفلتر الشكل العام عشان مم. يطلع بالشكل النهائي اللي هيلعب ببطوله افريقيا الشكل العام بقى ايه هو اللعيبه 90% ما فيش مدير فني استاذ احمد في مصر يجي اجنبي او مصري ما عندوش قوام ثابت في ذهنه من اقل مش اقل من 7 8 لعيبه موجودين عنده مع مش... تغيير عنده مشكله في خط دفاعه لا لا حجازي والوينش ابتعدهم اه عن عن المشاركه اه ما يعملش صداع لفيتوريا شويه في خط الدفاع محمد منعم ده ايه لا محمد عبد المنعم هو محمد منعم هيلعب خط فعل لوحده لا اه بص اقول لك على حاجه محمد عبد المنعم اه يشيل فرقه لوحده معلش نتكلم بواقعية راجل لعيب كويس امكانياته كويسه ايه ايوه انا مش اي حد جنبه يقدر يسند اه, اه اي حد جنبه يعني انت دلوقتي عندك حجازي عنده الاصابه أيوة. الونش عنده الاصابه ياسر ابراهيم مم. وعلى <applause> آه. الاقل انا بسالك مين أه. في نقطه كمان جميله ان الاثنين عندهم كيمياء لايقه مع بعض عشان بيلعبوا في نادي واحد فنسبة نسبه الاستمراريه اللعب بتخلي الانسجام مم. موجود محمد هاني موجود ومين بره الاهلي والزمالك كابتن عمرو مين بره الاهلي والزمالك ازاي يعني مين مدافع لفت نظر كابتن عمرو الحديدي من بره الاهلي والزمالك يعني هتقول بص في تقدر تقول خمسه خمس تقدر تقول خمس اسماء اه اقول خمسه قول لي خمسه نقول بالترتيب حته المساك اللي بيجيد القوه والالتحام وألعاب هو اسامه جلال واحد اسامه جلال بعيد شويه اسامه في الفتره الاخيره ماشي ما هو بعيد بس انت قلت لي اذكر اسماء انا مش عايزه ماشي ماشي ماشي. محمود مرعي محمود مرعي فيوتشر في حكم اعتقد سموحه سموحه احمد حكم ايوه أوه. انا بقول لك انا ذاكرتك كويسه اه عبد الله بكري في الاول مين عبدالله الله بكري في الاول اه يعني برضو في لعيب بيفرق مع المدرب بتاعه بيزوده يمكن كابتن طارق العشري طلب التعاقد معاه ان هو يبقى موجود معاه من ضمن الاسماء اللي موجوده مع فرقه الاتحاد السكندري تمام آه، عمر فايد وصغر سنه عمر فايد مقاولين صغر سنه معاك كام دلوقتي خمسة شكرا <تصفيق> 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 طيب شايف منتخب مع روي فيتوريا رايح امم افريقيا ينافس على اللقب ولا مصر لسه او منتخب مصر لسه بعيد؟ هقول أه لك على حاجه التجميعه والانسجام وصلاح ومرموش وتريزيجيه و... اللي موجوده يا كابتن عمرو كويسه قوي قماشه كويسه قوي أو طبعا كاس العالم مش هنتكلم فيه بلاش كاس العالم إيه؟ بالمجموعه اللي معانا دي احنا لو ما وصلناش نلغي النشاط ده صح ولا ايه؟ طبعاً يعني, يعني يعني مفيش مفاجات طيب خليني اروح مع حضرتك لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره عندي هنا قرارين عندي حاجه تبع الاتحاد اداره اتحاد الكوره المصري وحاجه تبع رابطه الانديه. اتحاد الكوره المصري قرر ان هو يتم النهارده غلق باب القيد للموسم 23 24 بعد مد المهله كان مفترض انه ده يحصل يوم السبت لكن تم المده لغايه يوم الثلاثاء النهارده والقيد هينتهي في يوم 14 سبتمبر قبل بدايه الموسم بيوم واحد قبل بدايه الموسم او قبل بدايه او قبل بدايه الدوري تحديدا الدوري بيوم بيوم واحد بالظبط يعني كدا. اخر يوم هو اليوم اللي ما قبل انطلاق الدور الدوري انطلاق الدوري يعني. بالظبط كده ومفترض انه الرابطه اعلنت انه قرعه الدوري المصري هتبقى يوم 15 اغسطس وبدايه الدوري المصري هتبقى 15 سبتمبر والديلاما اللي احنا بنقول عليها كل موسم طبعا واللي مالهاش مش عارف يعني مش عارف حلها ايه بصراحه يعني مش عارف يعني حلها ايه هي في فكره انه جدول الدوري يا فندم شهر, شهر. آه. 15 8 ل 15 9 بالظبط كده لكن م. لن يتم الاعلان عن جدول كامل للمسابقه برضو نظرا لعدم معرفه القائمين على لجنه المسابقات بارتباطات الانديه المصريه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه هو في الاخر خالص احنا هنحط البرنامج على ارتباطات الانديه طب ما الانديه محققها يعني عرفنا الاربع فرق اللي في الاول اهلي ومش مين, مين هيلعب دي. ايه امتى بره امتى جوه آه ادوار الاقصائيه تواريخها ايه النهائيات ده الدو... هما في حد هيلعب غير الاربع فرق؟ لا الاهلي وفيوتشر؟ اه طيب يعني احنا عارفين مين يلعب افريقيا ومين يلعب كونفدراليه. اه اسكن كل الجدول واسيب الـ 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 الايام او التواريخ اللي هيبقى فيها الاربع انديه دول حتى لو تاجل لهم مباراه مم اعمل الدوري كله عادي ما اجرب العب الدوري من غير محترفين. يعني النادي الاهلي دلوقتي محقق حاجه معينه هيلعب دلوقتي هيرجع من يعني خطرة ايه تلعب الدوري غير محترفين يا كابتن عمرو؟ يعني دلوقتي مثلا انت دلوقتي مرتبط برويش فيتوريا بجدول معين. اه الاهلي بيراميدز الزمالك فيوتشر هيلعب افريقيا مم. الاربع فرق لو تاجل لهم الماتش بتاعهم ايه المشكله بس الجدول محطوط انت عارف ابعاد الموضوع وعارف الاتحاد الافريقي والفيفا هيحطوا الجدول ازاي أي. انت عارف المواعيد اللي بيتلعب فيها يعني قصد أص... كابتن عمرو ان انا احط الجدول كامل جدول الفرق كلها ولما يبقى ينزل جدول بطوله افريقيا ابقى اعمل تعديل يعني بس انا ابقى حطيت جدولي من البدايه ايوه حطيت فكري من البدايه مشروعي اللي انا هكمل بيه السنه بتاعت 23 24 من البدايه وادخل فيه امم افريقيا وادخل فيه ماتشات كاس العالم احط كل حاجه ايوه أحط كل حاجه ما هي كل الدول بتعمل كده في استاذ احمد احنا ليه بنيجي في الاخر نقول اصل ارتباطات الانديه انا مش عارف الانديه هتلعب امتى؟ اذا كان افريقيا ولا كونفدراليه؟ ما هي طول عمرها بتتلعب بقى لها سنين اه ما فيش جديد يعني ما فيش حاجه هتضاف جديده على الجدول اللي هيتعمل انت حط جدولك وحط البرنامج بتاعك من اوله لاخره وبعد كده العدد سهل ان انا هشيل واحط اشيل واحط ده سهل مش بعيد ان مش كل ال18 فرقه بتلعب في افريقيا او في الكونفدراليه ده هم اربع فرق بس صحيح طيب خليني اخدك لنقطتين يا كابتن عمرو في الد... عايز اكلمك النهارده على بطوله الدوري واحد تقييمك للموسم الاخير سيبك بقى من المنافسه وسيبك من الانديه بكلمك على شكل البطوله على قوه البطوله على مردود البطوله على مستوى القماشه اللعيبة اللي أفرزتهم البطولة على مستوى الخامات اللي ممكن تبقى إضافة لمنتخبات مصر أوليمبي أو وإحنا عندنا سنة جاية مهمة جدا أو على مستوى المدربين وعلى مستوى قوة البطولة ككل مقارنة بالدوريات اللي حوالينا الدوري العام أول حاجة أنت يعني الراجل لما جه كيف نفسه على القماشه اللي موجوده في النادي الاهلي بالتصفحة. لا قبل ما تكلمني على الاهلي كلمني على الدوري نفسه الدوري شايف نفسه؟ الدوري بطوله ناجحه ايه اهم ايجابياتها ايجابياتها آه ايجابياتها وايه سلبياتها آه. ايجابياتها ان الدوري مشي بانتظام ما عدا المباريات الخاصه بالنادي الاهلي او بنادي الزمالك او آه. فيوتشر او بيراميدز للارتباطات بتاعت افريقيا او كونفدراليه تمام ماشيه سليم تحكيم م. كام على 10 ايام مارك لادنبرج آه. كنا بنتكلم في 8 ونص اه الراجل الجديد بريرا بريرا قلت بقت سبعة ونص سبعة ونص حضور جماهيري <applause> النادي الاهلي السبب يبقى مية في 100% من اول مباراه الوداد ومباراه الهلال طبعا احنا عرفنا الناس وبعتنا صوره مشرفه لجماهير النادي الاهلي في المدرجات وصلنا ل وخمسة و55 الف <applause> كلام هايل بعد كده الحاجات البسيطه الضغان والاحقاد البسيطه اللي بتسبب مشكله من لا مشكله تتوقع انه يبقى في زياده لحضور جماهيري للموسم آه اللي شاء الله. اه المفروض ان المثل بيتضرب بالنادي الاهلي في الاول ادي أوه. اكبر كم جماهيري من جماهير النادي الاهلي ما سببتش مشكله ولا حاجه كان في التزام من جماهير النادي الاهلي وفي التزام من الاستقبال اللي موجود كابتن وليد عبد الوهاب اللي موجود في الاستاد ما كانش فيه مشكله ما اعتقدش في مباراه الاهلي كان فيها مشكله على مستوى افريقيا على الاقل يعني العدد الاكبر لو سالتك سؤال بمنتهى الصراحه أيوة. هل شفت هل في لعيبه عندنا شفتها انت في الدوري في الم... وبعيدا برضو عن لعيبه الاهلي تحديدا انا لعيبه الاهلي كلها جالها تقريبا كلهم جالهم عروض هل شفت لعيبه في الدوري المصري انت بتتكلم على منافسه بين 18 نادي منهم انديه استثماريه ومنهم انديه شركات حجم انفاقها كبير جدا ومنهم أندية جماهيرية ليها تاريخ كبير وليها جماهيرية كبيرة جدا هل شفت أن الأندية دي استفادت من البطولة فنيا أو ماديا؟ لا ماديا لا خليني في الثانية ماديا لا يعني في لعيبة كتير قوي يمكن أكتر واحد, أكتر واحد لفت الأنظار هتلاقي كم لعيب في كل نادي لاعب في كل نادي هتلاقي لفت الأنظار ما بقولوله في الاتحاد السكندري أكبرهم سنا آه، واحد 31 سنة وهدف الدوري 16 هدف لو جيت بصيت بقى في الفرق الثانيه ممكن اقول لك نادي الزمالك كان في استفاده لسيف الجزيري والمسلوس ان هم انضموا للمنتخب وهم بيلعبوا في ناديهم تمام كحته اضافيه ليهم أي. مصطفى فتحي فرق مع بيراميدز ولافت الانظار من الاتفاق السعودي لوجوده مع بيراميدز كان يد عليا يعني موجوده الديفندر بتاع المصري حس انه لعيب كويس اعتقد اعتقد اسمه ايزي اميكا لعيب كويس أوريك بتاع المحلة مم. أحمد الشيخ لفت الأنظار كويس أول في الأول في وجود هو مش هو مش مش فرود ده تحت أيوة. الفرود آه لفت الأنظار أيام بابا فاصوليو وبعد أيوة. كده ما حصل أن هو مشي وبعد كده كابتن عبد الباقي جمال بعد كده آه كابتن رضا ابتدى يقل رغم أن هو كان من ضمن الهدافين الدور كان ماشي بالتساوي مع مبولولو زيزو آه تقدر تقول برضو آه يعقوب وباك بتاع أيوة. فرقة البنك آه كريستوفر باك كويس بتاع فرقه انديه الشركات دي يا كابتن عمرو اضافت لبطوله الدوري ولا افقدتها جزء من من رونقها من من حلاوتها من قوتها يعني شايف ان التجربه دي اضافه خدت الدوري تلعب بيه فوق ولا للاسف وجهه نظرك انت وقفت ونزل. اه الطلوع بيبقى العدد كبير انت اديت ال... الانديه الجماهيريه كتير جدا يعني. مش قليلين يعني خد بالك انا بقيس على ايه انه الموسم الاخير ده الانديه الانديه الشركات او الانديه الاستثماريه دي تفوقت على الانديه الجماهيريه يعني انت لما تبص على المركز الثالث والرابع في مصر النهارده سيبك انه الزمالك شويه بره المنافسه لكن المربع الذهبي في, في فيوتشر بيرميتس ده ملك ملك خاص آه آه وده يعني يعني الاثنين مش انديه جماهيريه ما تقدرش تقول عليهم انديه جماهيريه او انديه شعبيه يعني الهبوط جابو جابو عندك لعيبه كبيره ما عنديش لا لا شك في ده انا بس بقيس في كتبت الاخر إيه لعيبه جدا بص يا كابتن عمرو انا ما عنديش مانع ان كل أندية تشتري لعيبه كبيره جدا لكن عندي مانع في فكره انه انت بتصرف ده واحد من الاثنين يا اما يا اما يا اما انت اياكس امستردام وبروسيا دورتموند بتجيب لعيبه وتبيع لعيبه تكسب فيهم والبطولات دي مش بالنسبه لك مش مش نمره واحد يا يعني اما انت بتصرف ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر سيتي عشان تجيب القاب وبطولات لكن تكون بتصرف كل ده وانت ما فيش اي مردود مالي بقلها. او مردود فني او مردود معنوي حضرتك دلوقتي بتقول لي ان ريال مدريد واياكس مين اللي جاب عدد من اللعيبه وكسب فيهم عدد كبير من المبالغ الماليه كاستثمار مالي. أكسب امستردام. لا ده انا بتكلم بره، ايه اللي جاب أه. القلعه جنب البحر مش هتكلم انا في أه. في اللي بره انا بتكلم على اللي أنا بقولك على عندي. فرق كل سنه بتطلع من عندها نجوم وتكس... وتبيعهم بملايين. وبتجيك. جود بيلينغهام طلع من من بروسيا دورتموند السنه دي مش عارف ب 100 مليون. قبل منه عثمان ديمبلي طالع لبرشلونه بكام مليون؟ قبل منهم ليفاندوفسكي بكام مليون؟ قبل منهم حكيمي فاهم؟ عندهم عندهم ايوه عندهم آآ أيوة. مين بيعمل ده مفيش طب ما هو ده اللي انا بقوله مفيش يعني انت بتتكلم في في استثمار أيوة. رياضي بجيب لعيبه لو حسيت المبالغ الماديه بتاعته بتجيب الضعف في ثلاثه ولا في اربعه وفي نفس الوقت بشتري البديل وبيعوضني ده وفي بيشتري عشان يحقق بطوله اه انت لسه بتقول لي النشاط في... النشاط الرياضي ده معفي مع... مع من الضرايب يا كابتن عمرو لا مين قال كده ليه؟ مش معفي من الضرايب لا طبعا يعني اقصد اقول انه عيب على ميزانيات الشركات اذا ما كانش فيه مقابل ليه مادي او او, أو أي, أو أي... فني. اي نادي بيختار لعيب او بيشتري لعيب بيقول له مثلا المبلغ المالي س 10 ال 10 دول ومعاهم الضريبه بتاعتهم بيوصل ل 14 او آه. 18 ما هو بيبقى متحمل الضرايب والانديه دي بتكسب ايه يا كابتن عمرو؟ لا والله بتكلم جد المكسب بقى أنا, انا مش ضد التجربه عشان بس نبقى انا اللي نفسي او يعني من وجهه نظري المتواضعه جدا واللي ملهاش يعني يعني مردود كبير انه فكره السبونسر شيب او فكره انه الكيانات الاقتصاديه او المستثمرين اشخاص كانوا او شركات او هيئات لما يجوا يستثمروا في مصر يبقى استثمار في انديه شعبيه اللي هي بتعاني يعني انا يعني اروح استثمر في الترسانه استثمر في النادي الاولمبي استثمر في نادي المنصوره استثمر في نادي بلديه المحله هو بيلعب ممتاز بيه اخده واطلع بيه ممتاز ما في على فكره هو فيوتشر طالع منين إيه؟ يا كابتن ماشي أو فيوتشر. أو فيوتشر مش فيوتشر لسه آه. طالع من سنتين ما هو طالع من سنتين بناء على ايه ان هو خد اسم نادي اه خد اسم نادي تاني آه. أيوه. لسه... ايوه كان نادي لسه بالظبط كده ضخ فيه استثمار حلو هو قوي كان نادي شركات برضو ما انا فاهم ما كانش نادي يعني لكن اقصد اقول لو لو الفلوس دي تتحط في نادي المنصوره مثلا ويطلع من الدوري الدرجه الثانيه لدوري الدرجه الاولى بدون دلوقتي. مصالح إيه بدون مصالح بدون مصالح آه. كله مستفيد لا بدون مصالح لا تتحط كده ان انا لو فكرت ان انا اعمل استثمار في حاجه معينه اختار اعمل مشروع خطه ثلاث سنين او خمس سنين واشتغل سنه بسنه واشوف ايه اللي نواقص اللي آه. ليا واجبها وادعمها وايه اللي عدم الاحتياجات استبعد السلبيات في الايجابيات كل الاشخاص تبقى آه. بتقرب من الموضوع عشان النجاح النجاح يبقى شكله ايه النجاح م. يبقى انت آه. عارف آه وانا بكلم حضرتك النهارده في قرار تاريخي في الجزائر آه الدوله خدت قرار انه قطاع البترول في الجزائر آه يبقى هو الراعي والمصدر الاول للانفاق على رعايه الدوري الجزائري آه رعايه الانديه الشعبيه في الجزائر يعني تعرف طبعا نادي وفاق سطيف طبعا ده نادي وفاق سطيف تم امتلاكه لواحدة من شركات البترول او شركات النفط في الجزائر وهي اللي هتتولى الانفاق عليه وادارته وبالتالي في, في محاوله تاني. للحفاظ على الانديه الشعبيه هو ده انا بقوله يعني فكره لكن انا لازم اسال برضو نفسي أو يعني وكل واحد طبعا حر انا ما اقدرش اتحكم في مستثمر كان بالعكس انا نفسي كل الانديه في مصر يبقى عندها ميزانيات كبيره وضخمه زي ما بقينا نشوف لكن في النهايه قصدي أص... اقول يبقى في توظيف لده يبقى ال... ال... الكره في مصر بتطلع لفوق، الكره في مصر بتقدم ما احنا في النهايه مع كامل احترامي لكل المجهودات المبذوله ولكل وعشرات الملايين اللي تم انفاقها ما الاهلي هو اللي محقق كل حاجه هو اللي فايز في افريقيا هو اللي واخد سوبر هو اللي واخد كاس هو اللي واخد دوري لكن فكر, في الن... فكر. متفق معاك طبعا الاداره فكر اداري استثماري رياضي بحت طب يعني خليني اقول لك حاجه ثانيه على مستوى اللعيبه هل البطوله افرزت لعيبه تصلح لاحتراف في اوروبا او حتى تصلح لاحتراف في الدوري الخليجي اه ماشي الدوري الخليجي ماشي الدوري الخليجي السعوديه آه. اللي بتجيب آه بتجيب آه المشروع برضه الست فرق الاولانيين و... اللي آه. عايزين يجيبوا بنزيما وكانتي وال... آه. ودلوقتي بيظهر صلاح وكريستيانو في حته معينه آه ست او خمس فرق في الاول اما باقي الفرق مش هت... هتختار من اللي جوه المملكه آه. انت هنا في مصر هتبقى جوه الانديه اقصى الطموح هتبص للكبير هروح للنادي الاهلي ولو ما فكرتش في النادي الاهلي يبقى دوري شوف اللعيب اللي بيخرج من مصر بيروح فين شوف اللعيب اللي بيجي له عرض باستثناء حجازي باستثناء طارق حامد لما راحوا الاتحاد أيوة. هنروح فين؟ كهربا كان في الاهلي بيروح فين؟ كهربا كان في الاتحاد او الاتحاد بيروحوا فين؟ بركات فين كان في الاهلي؟ بيروحوا فين بقى؟ بعد كده اي لعيبه؟ الاتفاق ابها انديه طب المحترفين الاجانب أول. اللي بيلعبوا في مصر هل يصلحوا للاحتراف في اوروبا مثلا؟ اه يصلح الاحتراف في اوروبا برضه جزء كبير قوي هيبقى جوه النادي الاهلي برضه أنا بتكلم عشان أنت لأن اللي بره الأهلي يا كابتن عمرو الأهلي أنا أنا بتكلم بتكلم بره الأهلي يعني بص الأهلي لا أنا مش بتكلم عشان أنا منحاز للنادي الأهلي أو أوه. في قناة النادي الأهلي أنا بتكلم لا لا. عام أنا مثلا بتكلم على ألو ديانجو بيرستاو هو طبيعي جدا يا كابتن عمرو فرقة واخدة بطولة أفريقيا بتجيب احسن آه لعيبه في افريقيا ثلاث سنين من 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 اربع مواسم وصلت فيهم الاربعه للنهائي وبتلعب في كاس العالم مع الكبار والعالم كويس. كله بيتفرج عليها وهي بتكسب فرق من كل قارات العالم تمام. طبيعي جدا انه لعيبتها آه يبقوا هدف لل للانديه في كل حته في العالم هحكم على اللعيب وهو في ناديه اللي موجود في جدول يعني فرقه ده مش, مش تحيز فرقه الاهلي كلها 30 لعيب ممكن يلعبوا مش لازم كلهم في تشيلسي ومش لازم كلهم في مانشستر سيتي ومش لازم كلهم في مانشستر يونايتد وان كنت بس هتلاقيهم كلهم في اوروبا بس كلهم يلعبوا في اوروبا بالظبط ما بين الدوري الالماني والانجليزي والايطالي اه طبعا يعني مش كلهم والله يلعبوا مش, مش تحيز هتلاقي كل دول عندهم المقاومات او الاساسيات اللي تلعبهم بسهوله جدا أوروبا. في الدوري ده ايوه اما باقي الفرق او الأفارقة اللي موجودين في الدوري المصري هتقول عليهم مثلا هيلعبوا بس في انديه مش معروفه ما لهاش اسم كبير يعني التجهيز والتأسيس اللي موجود عند اللاعب هنا ظهر بإمكانيات أيه. معينة لمستوى التواضع لإمكانيات باقي الفرق اللي عندنا أما بره في حتة تانية إيه اللي مستني تشوفه في بطولة الدوري في نسختها الجديدة؟ تكون حاجة ما شفتهاش قبل كده هي <applause> مش حاجة لا مش, مش عايز أشوف مش عايز أشوف الدوري كل ثلاثة أيام وأكتر حد مظلوم في ده النادي الأهلي بلاش كل ثلاثة أيام أوه. يعني حط جدول يبقى على الأقل خمس ايام المسافه انت بلاش تلعب كل 48 ساعه ما أخو كويس <applause> انت هتبتدي 15 9 وده عاد احنا بنتكلم الدوري الانجليزي هيبتدي كمان يومين هيبتدي يوم 11 انت هتبدا 15 9 تسعة. آه عندك توقف غصب عنك للمشاركه في بطوله امم افريقيا كويس آه عندك مشوار التصفيات كله بتاع كاس العالم 10 10 ماتشات تقريبا بس دول يمكن مش كلهم الموسم اللي جاي في جزء منهم هيبقى جزء وجزء مترحل هيبقى مترحل شويه بس عندك اقصد اقول ارتباطات لمنتخب مصر اكيد فيتوريا هيعمل معسكرات اكيد فيتوريا هيلعب وديات يعني مش بس ارتباطاته بالماتشات الرسميه عندك مشاركه الاهلي في السوبر ليج من انا قلت امبارح من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر عندك مشاركه الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال، عندك مشاركه الزمالك وفيوتشر في الكونفدراليه، عندك الاهلي سوبر أفريقي. افريقي، عندك الاهلي كاس عالم انديه، فانت عندك شوف اللي حضرتك ده كله كنا موجودين مع بعض طب و... ولو الاهلي كان في الرابطه امم اما اعتذر ولو الاهلي في بطوله عربيه ايوه كنت هتلاقي لا. الاهلي بيلعب لغايه دلوقتي؟ لا طبعا لغايه م... دلوقتي مفيش... مفيش مفيش بني ادم يستحمل يعني. لا لغايه دلوقتي يعني لسه البطوله العربيه لسه ما خلصتش أيوة. كنت هتلاقي الاهلي لغايه دلوقتي لسه موجود حتى لو انت حققت كاس الرابطه كنت هتلاقي جزء معين وبعد كده راحه وبعد كده هتلعب تاني أنا عشان انا بيني كنت مع كاس الرابطه دي انا شخصيا يعني كنت مع كاس رابطة في ان انا العب بفريق كله من الناشئين اه انا ممكن ايدك يعني في ان احنا يعني الناشئين هم اللي يكملوا اه يعني الف... يعني نشوف العناصر كده تاخد فرصه في ماتشات رسميه على مستوى كبير ليفل منافسه اقوى ممكن اطلع بواحد ولا باثنين ولا بثلاثه ممكن كولر ما بيحبش النادي الاهلي يتحط في جمله مفيده تقلل من نفسيات اللعيبه اه ان انا مش عايز اشترك م. انا عايز النشوه اللي انا عايش فيها بتنطبع على كله ناشئين ودرجه اولى واداريين وعمال بت... المكسب بس دي بطوله يعني طول ما عمرها ما بطوله ماشي. يعني هيش بطوله يا كابتن يعني ما اقصدش انها مش بطوله بطوله شرفيه آه بطوله شرفيه يعني أوي. يعني ما 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 بس الاهلي يتعود ان لما بيخش في بطوله لازم يحقق اه ما بيبقاش ضيف شرف طب ما انت لعبت قبل كده كاس الرابطه بالناشئين لعبنا في كل حته ايوه ما فيش نخبه وبطوله عربيه وسوبر وكل لعبنا كل حاجه الاهلي ما بيخشش في بطوله غير ما بيكون محدد انه رقم واحد ما بيحبش يبقى وصيف حتى. مم. فدي بتبقى انطباع جوه اللعيبه الهدف اللي احنا بيتحقق لك اذا كان مدير فني او مجلس اداره بيقول لك البطوله دي انت فين؟ مش البطوله دي العبها تحصيل حاصل، احنا وصل بينا ان في البطوله العربيه كان البطوله العربيه تلعب في تونس واحنا بنلعب ماتش أسيوبي هنا في مصر، فرقتين بيلعبوا في وقت واحد. أيوه. ناس بيلعبوا هنا نهائي الأسيوبي. البون الاثيوبي البون الاثيوبي 2-2 وهناك كنا بطوله عربيه اللي أيوه. كان فيها هداف الدوري هداف البطوله علي ماهر. مم. شوف في وقتين في وقت واحد فرقتين موجودين 22 لاعب هنا و22 لاعب هنا مطلوب منك انك تحقق هنا ومطلوب منك تحقق هنا وهنا كانوا صغيرين وهنا كانوا كبار حتى اما الخواجه كان موجود هنا ولعبنا برقم اتنين اللي الاطمئنان على المصابين لعبنا في ماتش صفاقس فرقه كامله خالص فول تيم من فرقه صفاقس واحنا كنا معظمنا المتعور والمصاب واللي لسه راجع من ايقاف وحققنا اللي احنا عايزينه وكسبنا 2-0 ايه اصعب تحديات قدام فرقه الاهلي الموسم اللي جاي؟ بص الراجل عود لعيبه الحاجه إن... اللي انت خايف منها شخصيا يعني, 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 يعني اللي انت مش خايف منها يعني الاهلي باذن الله يحقق بس انا ليا طموح معين نفسي في كاس العالم الانديه في حته ثانيه خالص مع الراجل ده رغم من وجود السيتي وتشيلسي يبقى الراجل ده عنده طموح لما لا نهايه سقف طموحه منه السما على طول ما, ما فيش سقف للطموح هو مقتنع بإمكانياته، مقتنع بقدرات لاعيبته، فهيوصل هو بيهم للي هم عايزينه. فكرة إنه النص الأول من الموسم هو النص الأتقل واللي فيه أصعب الـ الـ يعني البطولات اللي الأهلي يشارك فيها، أنت في في النص الأول من هنا لغاية قبل يناير هتلعب كأس عالم وهتلعب هتبدأ مشوار دوري أبطال وهتلعب بطولة السوبر ليج وهتلعب كأس سوبر أفريقيا. كل دوت من ضمن فتره الاعداد انت مش غريب مش بص انت انت ما ان العشرين 20 ولا 21 يوم دول هيبقوا اجازه سلبيه لا بعد خمس ست ايام هتلاقي في برنامج كل لعيب عارفه بيشتغلوا لغايه اما يرجع يبقى المسافه يعني فقط اتنين تلاتة من عشره اما السبعه من عشره ثابته انت بعد خمس ست ايام الراحه السلبيه هتخش بقى في برنامج معين كل لعيب عارفه وهيبقى في اتصال ما بينهم وما بين ميكيري وما بين الخواجه وما بين جامبرلي واندويا هتوصل بحته معينه انك ما تاخدش وقت لفتره اعداد جديده م. فتره الاعداد بتاعتك هتبقى مبسطه بس انت عاملها مقننه عامل فتره اعداد مضغوطه بسيطه بتدي فيها قسط من الراحه كويس وفي نفس الوقت بتفوق لعيبتك والعامل النفسي في الوقت ده اللعبة المصريه اكتر من, ال... من العامل البدني لعيبه النادي الاهلي خدت من الست بطولات بره كاس العالم الانديه كل حاجه مم. فمطلوب منك كل حاجه في اللي جاي فكل واحد هيبقى فيها راحة اللي جدد جدد واللي خف من الإصابة والراجل كل واحد عايز يقدم أوراق اعتماده للراجل بأسلوب جديد بفكر جديد بمستوى جديد عايز أقول إن أنا بفحر مكاني أو بحجز مكاني أو المقعد اللي أنا عايز أحجزه عشان الراجل يبقى عارف أنا فين أنا منين مع النادي الأهلي في الموسم الجديد حاجات كتيرة كله هيبقى بيجهز نفسه وشادد جامد عشان من البداية تبقى بداية مشرفة للي إن انتهى منه النادي الأهلي اللي انتهينا منه هنبدا بيه زياده عليه هو ده, عليه. <applause> هو ده؟ <applause> امام عاشور رضا سليم عوده اكرم توفيق عوده كريم فؤاد عوده كريم ندفد شايف ازاي الاسماء الجديده اللي دخل على الفريق في الموسم الجديد مين منهم ممكن يكون صاحب بصمه مين منهم كابتن عمرو الحديدي يراهن عليه كواحد من اهم لعيبه الاهلي في الموسم الجديد نتفق ان ما فيش حاجه غريبه بالنسبه لاكرم وكريم فؤاد وكريم ندفد ما فيش غريب ولو حتى عوده صلاح محسن أيوة. مش غريب على النادي الاهلي إيه؟ هتيجي تبص في اتنين لعيبه امام عاشور ورضا سليم انا بتراهن على الاثنين يعني حصانين مكسب في السبق بلا شك امام التزام التزام التزام, التزام. كورتك حدث بلا حرج انت راجل لعيب كره كويس تسديدات بتجيد العاب الهواء بتلعب في مركز واثنين وثلاثه وعشره ايوه رضا سليم من البداية يمكن أنا أول واحد قلت لحضرتك وإحنا هنا حمدي فتحي قماشة النادي الأهلي مم. حمدي فتحي قماشة النادي, النادي الاهلي. الأهلي ليه؟ قليل الكلام مركز اشتغل مع كل مدير فني جه بعرف أطور منه اللي أنا عايزه يمكن حتى الكلام مع كروش في نادي الوكرة على حمدي قال له ده قماشة تانية هاتها وانت مغمض يعني بص مم. الكلام عن حمدي بالإجماع رضا سليم حاجة تانية ايه هو؟ امكانيات، قوة، صغر سن، فوقان لثلاث لعيبة. حسين، عبد القادر، وتاو. يعني ايه؟ فوقان. أنا يعني المنافسة هتخلي اه طبعا طلعاً. طبعا طلع اللي عندك طبعا مش وجوده معاهم في الملعب يبرز عن قدراته. لا, لا 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 مش ده النادي الأهلي. آه. أنت كل واحد فينا هي... كل واحد فينا آه بس ما... ما هيبين إمكانياته. أيوه بس ما تنكرش يا كابتن عمرو إن في أوقات كتير جدا آه نجوميه لاعب مش هقول اسماء عشان ما حدش يزعل ممكن الناس تاخدها بحاجه ماشي. سلبيه يعني بس في نجوميه لاعب أه سبب رئيسي فيها وجود لعيب تاني جنبه في الملعب فاهم قصدي ايه؟ يعني طبعا. يعني 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 مهاجم معين لا بل 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 لما يبقى بي. عنده بلاي ميكر معين اه, آه طبعا آه آه. امكانياته تبان لما يكون عنده حد بيلعب لو هو بيلعب هوا كويس او لعب هوا كويس لما يبقى عنده حد بيلعب العرضيات اللي هي الدواء برضو بتساهم بشكل كبير جدا في نجاح هقول لك على حاجه من غير يعني من غير دبلوماسيه يعني معلش هديك معلش مثل انا هقول لك بقى مثل من اللي بيلعبوا دلوقتي لا انا هديك مثل في القديم بلاش يالله في اللي نقول عصام ونادر عصام الحضري ونادر السيد اما جه نادر عصام كان مش طبيعي بطوله مم. امم 2 6 و8 و10 عصام في حته ثانيه في نفس الوقت لو نادر ما كانش جه من عني هو ده طبع اللعيب المصري أوه. بتوصل لك هدوء معين كده بتبقى انت واثق انك انت لما بس اللي هتلعب لما تقعد تح... تحط رجل على رجل خلاص انا هلعب بتاعي. هلعب أوه. هلعب هلعب يعني احنا كنا في نادي الاهلي كابتن علي عبد الصادق مشير كمونه يوسف وانا وابو الدهب وجمال السيد سبعه بيلعب ثلاثه بيلعب ثلاثه مننا انت بقى تموت نفسك ازاي؟ واحد بيشط تحط وشك عشان تثبت للراجل اللي بره ان انا موجود. كل واحد عايز يثبت نفسه بطريقه معينه. مم. هديك مثل. ايوه الشناوي بسم الله ما شاء الله، مصطفى شوبير، حمزه, حمزة علاء. علاء، مخلوف، أي. بسم الله ما شاء الله. هاني من اللي لحراسه المرمى معلش؟ اه طبعا. والطم. مش محتاج. هاني آه. انت بتتكلم هاني وخالد وأك واكرم وكريم ماشي بص انا اتكلمها في جنب واحد بس اربعه ايوه والاربعه يلعبوا والاربعه يلعبوا ها. ماشي متولي ومحم... ومحمد عبد المنعم وده احد اساليب الخواجه اللي بيحب يحضر وياسر رامي ولا ياسر ادي اربعه عايز منهم اثنين علي معلم اربعه قليل يا كابتن عمرو ما أربعة قليل بس أربعة قليل بت... بتستعمل هي. بتستعمل هاني جوه بتستعمل خالد عبد الفتاح جوه سهلة مش صعبة ماشي مروان سيب علي أوه. علي في حته تانيه مروان تعالي الله يكون في عونك اه بص مروان ديانج نيدفيت لا النص انا مش قلقان منه خالص انت عندك فريتين انت ممكن تعمل فرقه كلها النص تخط... <applause> لا اعمل فرقه كلها خط النص اه طبعا يعني خط الدفاع وخط النص وخط بقول لك على حاجة اكتشاف النص. جديد لكوره ان اللاعب يلاعب فخري اما كان موجود باك رايت واكتشاف ملاعب طاهر يعني انت ده انت عندك الجنب ده اللي كان ما عندكش في الجنب ده حد أي. اكرم هتستعمله في نص الملعب طبعا كريم فؤاد اختياره للراجل ان هو بيلعب اكرم يلعب نص ملعب ولا اكرم يلعب باك يمين مع في البكره يلعب باك يمين مسمار في نص الملعب حدث بلا حرج يشيل فرقه لوحده بسم الله ما شاء الله اللي نص اللي بالله نص الملعب زحمه جدا ماشي م. بس انا هعوز اللي بينفذ لي في واحد بينفذ لي كل الطرق همسك فيه عشان هو اللي بيأدي لي هو القماشه اللي اقدر شقه أشكلها زي ما أنا عايز بطريقة لعبي. أيوه. بيرستاو ولا رضا ولا حسين ولا عبد القادر ولا رضا سليم ولا إمام أنت بتتكلم في في قماشات قماشات كلها مع مقص دار زي كولر يقدر يشكلها زي ما هو عايز. مم. واللي ناقص؟ فرويد. فرويد بمعنى إيه؟ فرويد الحاجات العرضيه بيعملها علي معلول. الحاجات اللي فيها اجاده ألعاب الهوا والحاجات دي أنت أكتر أهدافك السنة دي هتلاقيها محمد عبد المنعم أربع أهداف في أفريقيا مم. كهربا أه شريف بيرستاو واستعملت حمدي فتح في حاجات معينة جوه الصندوق اللي هو شادر سترايكر الفرود الخافي اللي متداري وقالوا ديانج كان بيعمل الدور من ناحية اليمين عشان يقلل الضغط على بيرستاو الربط بينه وبين هاني وأنا اللي غير مراقب مم. يعني كل النادي الأهلي كل اللي بيلعب النادي الأهلي بيذاكر تو حسين ما بيفكرش اللي جاي اللي جاي بقى الو ديانج اللي جاي امام اللي كان حمدي موجود اللي جاي قفشه اللي جاي القندوسي كل اللي الحاجات اللي في العمق اللي 1 2 اللي فيها الشغل الجمالي النادي اللي بيشتغله اما الجنب اليمين مش كريستو يعني لا كريستو كريستو جاي انا مقتنع بكلمه الكابتن طارق دياب م. كريستو امل الكره التونسيه في القادم كريستو تكمله مشوار النادي الاهلي من النجوميه م. صغير وبيتعود صغير وبياخد بياخد من الخبرات بيكتسب حاجات في الفتره الجايه مش حكمي عليه لعيب هايل الحكم عليه هو في منتخب ناشئينه لعيب فاز لعيب منتخب اول يا كابتن انا بقول لك لعيب فاز شغله او شخصيته قبل ما نقول كريستو نقول علي معلول علي معلول وجوده اما كلمه ولا انيس جلبان ولا كابتن طارق دياب ولا علم ما استقبله في مصر عرفه يعني ايه النادي الاهلي لازم لازم تحتضن صغير السن لغايه ما يكبر وسط الكبار آه وهو في بالفعل يقدر كلهم يقدر يكون ليه دور في في الموسم اللي جاي مع مع العتاوله اللي موجودين في خط هجوم آه النادي آه الاهلي آه يقدر اه طبعا امكانياته تسمح له بده راجل يعني مع مع تعود مع شغل مع كولر مع تاو ومع الشحات ومع رضا آه طبعاً ومع طاهر سبرنتر ومهاري وسرعه بسم الله ما شاء الله فائقه لو يعني وظفته في حته ثانيه ممكن يكون فينا كابتن عمرو؟ لو انت بصيت لكريستو كده وحبيت انك انت تقول انا هستخدم امكانيات كريستو في مركز ثاني في الملعب. الحر اللي تحت الفرود. جوكر حر الحر حر اللي هو ايه اللامركزيه ناحيه اليمين وبيشتغل وبيشتغل من العمق وبيشتغل جوه وبيسدد على طريق الجون. من ناحيه الشمال ويحصل ربط بينه وبين علي معلول اللي تحت الفرود الحته دي م. اللي هي اللامركزيه تحت الفرود يعملها على اعلى مستوى اذا كانت على الاطراف او اذا كانت من العمق بس الماتشات الكتير اللي هتجيب كريستو اللي انت عايز تشوفه. اه كريم الدبيس محمد اشرف آه. ورا علي معلول. قال المعادله تكفي كابتن عمرو ولا شايف انه تكفي تكفي بس برضه استمرار ماتشات كتير كاس عالم وسوبر ليج آه. وشامبيونز ليج ت... سيبك من المحلي انا ما بقلقش خالص من المحلي. يعني آه... لا وفي واحد انت ما استبعدته هتستعمله كوكا اه مش مكان كوكا الاصل لعب, لعب بس بس لعبها بس لعبها. لعبها. لعبها لعبها يبقى انت الخمل عندك وهو مش مكانه الاصلي هو ده بيلعب ديفندر بيشتغل فيها كويس جدا مم. يعني في مباراه النادي الاهلي ومكسب اتراهنت ان هو يبقى مان اوف ذا ماتش رغم ان اللي كانوا موجودين نجوم بس مم. هو اللي لافت نسبه الباص بتاعته نسبه الاستحواذ نسبه القطع للكوره دخل في 97% مم. يعني انت بتعمل احصائيه وبتعمل ارقام في وسط الكبار للعيب زي ده هعرف استعمله عشان نسبه الضغط على النادي الاهلي هتبقى اقل انك عندك خط نص يمنع اي حاجه توصل لخط الظهر وحراس المرمى يعني عندك خط خط نص فولاذي صفقه واحده تكفي انت شايف انه صفقه المهاجم تكفي يبقى كده الاهلي خير الموضوع منتهي م. هترضي كذا حاجه هترضي شغل كولر الحاجات العرضيه اللي هو نفسه يشوف الفيرود اللي هو من انصاف الفرص لو جاله 11 يجيب 13 ازاي معرفش هو الراجل عايز واحد بهجام وفي الصندوق وبيجيد العاب الهوا وبيجيد التسديد وبيجيد عايز فيرود مكتمل من نوعيه متعب فلافيو الحاجات اللي احنا عارفينها دي في نفس الوقت انت ما بتستفاد من علي معلول في الحاجات العرضيه او محمد هاني الحاجات اللي فيها تكتيك فيها فيها شغل فيها جمل فيها ال 1 3 وفيها الحاجات اللي بيبقى موجهه يعني هاني بيوصل لغايه لغايه الكورنر عشان يعمل كوره بالعرض يبقى احنا عارفين مين اللي جاي اه مروان اه أفشا، حسين عبد القادر الشغل اللي بيظهر فيه اكتر لعيبه نص الملعب اما الفرويد المحطه اللي يعرف يخلي جبهه النادي الاهلي ويقلل الضغط على لعيبه نص الملعب ومن ثلاث اربع فرص يجيب اربع تجوان هو ده اللي نقص طيب ما فيش شك ان كولر الموسم اللي فات الناس كلها اجمعت انه في لعيبه ظهرت معاه بمستوى رائع او انه هو شخصيا طور في اشتغل عليهم فطور من مستويات ادائهم نفسيا بقى فنيا تكتيكيا لا كلهم بدنيا يعني في وقت برده بيبقى نفسي خد بالك انه انا عارف انه اللعيب المصري ليه تركيبه كده لما تعرف تدخله منها تطلع تاخد منه اللي انت عايزه تاخد تاخد فاكيد الراجل ده برده قدر يستوعب بص وخصوصا اللعيبه دي بتاخد بتاخد وقت مش بس بتاخد وقت بتاخد شحنه ضغط من جمهور في اوقات كتير جدا ممكن بيرحمش اكتر ناس استفادت في حته معينه الجزء المهاري والجزء النفسي والجزء أيوة. الايجابي في الملعب م. تاو تاو هاني هاني حمدي فتحي التشكيله الجديده والاسلوب الجديد المتطور اللي لعب بيه حمدي تمام المنافسه الجميله اللي انت استفدت بيها اكتر واحد نادي الاهلي حسين وعبد القادر م. هو الجزء الثاني او الجزء من السؤال الاساسي بقى مين اللي يستنى كابتن عمرو ان يشوف بصمات عليه الكولر تظهر بشكل واضح زي ما ظهرت مع الاسماء دي الموسم ده في الموسم اللي جاي يعني مين اللي انت حاسس انه امكانياته اكبر بكتير جدا من المستوى اللي ظهر عليه الموسم اللي فات وتنتظر من مارسيل كولر يكون له يكون يعني يكون بصمه او دور مع الاسماء دي بحيث النقله اللي حصلت زي ما انت قلت مع تاو مع الشحات مع حمدي مع هاني مع امام امام اه ازاي توظف امام كولر ليه اخترت امام؟ اقول لك انا امام بيجيد ثلاث اربع حاجات اولا هو شخصيه شخصيه في الملعب ثانيا يجيد التسديد بالقدمين يجيد ألعاب الهواء يجي تقدر تشكله كقماشة تلعبه في أي مركز في الملعب أنت مستنيه في إيه في كل حاجة لأ أنت شخصيا المرك... يعني المركز اللي تحب تشوف فيه إمام معبر عن امكانياته كلها بوكس الغير بوكس مراقب الغير مراقب مين. لا 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 لا, لا. تحت الفيروين تحت الفيرويد وياخد الجنب الشمال ويشتغل بامكانياته التسديدات الالتحامات ولو است... حبيت تستخدمه في م... في جوه الملعب في تغيير اداء او في تغيير طريقه لعب م. امام يقدر يعلي لك الكفه دي زي مروان لو انت بتلعب 4 3 3 تقول مروان طب 2 1 4 3 هتلاقي مروان طب لو مروان بعد الشر حصل اي حاجه يقدر مين يلعب لي السته ديانج ومين يديني الحته الهجوميه بلعب سته وبلعب اربعه وبلعب ثمانيه وبلعب 10 امام عاشور بلعب سته وبلعب ثمانيه وبلعب 10 امام عاشور وبلعب اثنين وبلعب ثلاثه بكره يوتوباك ليفت ايوه في لعيب كده مكتمل بيحل الالغاز والدوشه في دماغ المدير الفني ان انا اقدر بامكانياته العبه في اي مكان وهو يقدر يكف يعلي دي ويعملها لي محمد عبد المنعم انت لعبته بكريات مع كروش فجاه اصابه عبد الحجاز وانت مدخله سيرد باك دايب. بقى في الحته دي ايه قرار من مجلس اداره النادي الاهلي رجوع محمد عبد المنعم بعد كاس العرب ورجع لعب في الحته دي وهم مكمل اهو يعني آه. في ناس كده لعيبه قماشه تقدر تشكلها زي ما انت عايز احنا اتكلمنا على اكرم كريم بداياته يعني هو اساسا كريم طول عمره بيلعب باك يمين او باك شمال لما جه كولر وظف كريم اللي بيعمله ألو ديانج دلوقتي وبرستاو لا كان بيلعب جناح يمين أرسمي. واضح وصريح هو زي برستاو لا ومش بس كده ده كان هداف الفرقه أيوة. لغايه قبل الاصابه هل كريم يرجع في نفس المركز اللي وظفه فيه كولر ولا شايف انه كريم يتم توظيفه في مركز تاني هو كريم اوتوماتيك اول لما بدا مع كولر كان بيجمع ما بين الباك رايت وساعات كنت بتستعمله في الباك ليفت في الغيارات في وجود موسيماني اما انت جيت لعيبته عايز تفكره بعد تاو روح المنافسه بقى انت هيعمل لك الجزء بتاع تاو هيعمل لك الجزء الهجومي بتاع الو ديانج اللي هو الشادرو سراكر الخفي اللي بيجي من تحت الجناحين او بيجي من تحت الفيرود هو هيبدا من اللي انتهى منه الحته الهجوميه اللي بتخليني كنت قبل الاصابه اربع خمس اهداف مم. بنزل احل فهو خلاص هو اتعود على ده والراجل وظفه في ده وشافه في ده مش هيشوفه في حاجه ثانيه كولر مش هيشوف كريم فؤاد في حاجه تانية في الحته دي افضل من وجهه نظرك افضل لعيب الاهلي الموسم اللي فات لا ده في كتير مش واحد بس بس يعني هقول لك على حاجه الشناوي في ما ما لا وجه مقارنه الشناوي في حته تانية. عم منعم عبد المنعم اه طبعا إيه. كاو حسين الشحات مروان زي الشناوي في حته تانية م. يعني راجل بيلعب السهل الممتنع بيدور على السهل وبيمنع الضغوط على خط ظهره وبيمنع اي هجمات توصل لخط ظهره وحرس وحراسه مرماه راجل بيشتغل بهدوء الهدوء ده والتركيز ده هو اللي مخلي مروان في الحته دي تقدر او تتوقع انه الاهلي يقدر يحقق علامه كامله الموسم اللي جاي رغم صعوبة الموسم ورغم زيادة عدد البطولات اللي هيشارك فيها مع الراجل هل ده مطلوب أوه. من كولر وهل الجماهير تنتظر من كولر انه يحقق كل العلامة الكاملة؟ أنت من غير ما تعرفه وقدم لك جزء من أوراق اعتماده ما ده يمكن ما يعني مدي له أفضلية فكرة أنه أنه أنا مش مطلوب مني أو الناس مش مستنية مني ده في حد ذاته بيديني أريحية وأنا شغال غير لما بقى عامل ده ومعروف ان انا اقدر اعمل ده فالناس كلها تبقى مستنيه مني ده ده ممكن ياثر برده بشكل مختلف. ما انا هقول على حاجه انا ما كنتش اعرف جماهير النادي الاهلي وفجاه بيتعرفها ان هو اللاعب رقم واحد. أيوه. دلوقتي انا حققت العلامه الكامله الخمس بطولات من ست بطولات بره كاس العالم الخمسه خمسه. مم. اللي جاي صحح وعدل واشتغل ومش مطلوب منك اقل من كده عشان هو قراره مم. ازاي اسعد الناس دي. ازاي اسعد جماهير النادي الاهلي وحقق كل حاجه وامايل الجمله في مؤتمر صاحبي قال لك انا راجل مفجوع بطولات ما بشبعش انا جاي عشان ده انا عايز اكمل ده بص الجمله الجمله اللي قالها قال لك الاهلي انا عايز ده عايز الشكل ده عايز احقق ده الاهلي يوثق فيا بجماهيره ومجلس ادارته ولاعيبته ان انا هقدر احقق ده وانا بشغلي وتم يعني اسلوبي أسألك, اسالك سؤال لعبت الأهلي تقدر أسألك تنفس سؤال ده. محدد اكتر اتفضل كل البطولات اللي داخلها الاهلي الموسم اللي جاي جماهيره عندها قناعه انه يقدر يوصل لقبها بما فيهم لقب دوري الابطال. البطولتين اللي ممكن يكونوا صعب توقع نتيجتهم او ما تقدرش تقول ان هم مضمونين في جيوب الاهلاويه بطوله كاس العالم للانديه وبطوله الدوري الافريقي اللي هي السوبر ليك متفق مع ده الاول بدايه ولا لا؟ لا انا اضم واحده واقول كاس العالم للانديه بس. شاف ان السوبر ليج بكل ال... بكل الدوافع وبكل, وبكل شغ... لعيبه النادي الاهلي وفي شخصية الر... المدير الفني م. اه كله سان داونز وداد ال... ايا كان بص آه. هقعد اسمع كلمه سان داونز هسمع سان داونز مره واحده في حياتي مم. اللي هو ايه مره مش هتتكرر وداد وانا بقول سان داونز خد بالك انه ال... هنا القصه كلاش ال... يعني مفيش بقى شامبيونز ليج بادوار تمهيديه ونقط تعويضيه تمام، تمام. وهزيمه حاول تعوضها في مش عارف ايه هنا في ضرب نار الكبار في افريقيا كلهم مشاركين في البطوله خلينا نتفق كابتن عمرو اه الاهلي هو سيد اساد افريقيا وكبير القاره وزعيمها ده ما فيش شك فيه لكن بطوله زي دي اكيد صعبه يعني أنا ما تقدرش تقول انها حتى اه وما قلتش صعبه قلت هي في المتناول بامكانيات لعبه النادي الاهلي أيوه. وشغل المدير الفني مم. يعني مثلا هتحطها في بره الدوري وبره البطولات اللي انت تلعب فيها أيوة. سبعه مم. دي هتحطها في حساباتك تسعه أيوة. هتحط في حساباتك ان البطوله دي مختلفه ما تنساش برضو لانه انت بتتكلم على اكبر جوائز ماليه في تاريخ المسابقات الافريقيه كده كلها النادي الاهلي مش بيفكر تملي ان انا لما بفكر على بطوله او هلعب في افريقيا ابقى من الاربعه الاوائل مم. عمرنا ما تقلنا كده أيوة. عمرنا ما حسينا بالشعور ده مم. تملي بيقول لك الاول صحيح الوصيف لا تخيل الو... كابتن صالح الوصيف في كلمه واحده بس او جمله واحده تح... تحلم بايه في كاس العالم الانديه الاهلي يلعب نهائي الاهلي يلعب نهائي ونهائي ونحقق ان شاء الله باذن الله نورت الدنيا كابتن عمرو ومبروك الموسم اللي فرح كل الاهلاويه وان شاء الله الموسم اللي جاي يكون فرحه اكبر واحلى ان شاء الله الموسم اللي فيه الخمس بطولات يتحط قدامنا كده ونعمل فيه والله ان شاء الله اعتقد حاجة اكيد أغبر. هيبقى فيه كمان يعني انت يعني موسم استثنائي والناس ما لحقتش تفرح الناس خلصت ماتش المصري ومستر كولر سافر وادهم راحه بس اكيد طبعا لازم في احتفاليه مختلفه إن شاء, ان شاء الله ان شاء الله نورت الدنيا وبشكرك على وجودك معنا كابتن عمرو حبيبي استاذ احمد انا مبسوط بيك دايما في السادسه وبشكركم على متابعة حلقة النهاردة بكرة حلقة بداية الموسم هنبص فيها على ملخص الميركاتو وهنبص فيها على بداية الدوريات الكبرى أتمنى إن شاء الله بإذن الله أنكم تتابعونا في نفس الميعاد السادسة على شاشة الأهلي تحياتي لكم